لازم نكون عم ركز على نقطة كتير أساسية، إني أفصل بين التصرف وبين شخصية الولد. يعني أنا ما في إجي أقول له لابني أنت مش منيح أو أنت صبي مش شاطر. هيدول الكلمات هي عم تروح دغري على البيرسوناليتي تبع الولد، عم تأذي شخصيته، مش عم بتصلح الكومبورتمان. فاليوم أنا بقول أنا كتير بحبك، أنت كتير منيح، بس التصرف يلي عملته هو تصرف مش صح، كان لازم بداله نعمل هذا التصرف.